very important news for encouraging tourism and economy in Egypt. خبر له استخراج تابوت أثري ضخم أسفل عقار بمنطقة عين شمس في القاهرة. أنا بتدي الخبر ده، يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ده تابوت أثري ضخم من باطن الأرض، نقبت عنه إحدى عصابات التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس. و استخراج التابوت بواسطة رجال وزارة الآثار من منطقة عين شمس وسط تأمين مكثف لقوات الأمن. وبيظهر الفيديو بعض الرجال الذين يحاولون استخراج تابوت ثقيل الحجم من حفرة في باطن الأرض باستخدام رافعة يدوية بحضور مسؤولي الجهات الأمنية من الشرطة والعاملين بوزارة الآثار. ده الفيديو احنا هنتفرج عليه مع بعضينا. الفيديو دوت مرفوع على الفيسبوك. واخدين لبالكم ده التابوت اهو، وده اللي هو البلانكو او يدوي، وفي ناس تابوت عشان المسار كبير جدا، و زي ما تقول الاخبار ان هو طوله امتار وعليه بعض النقوش القرآنيه والرسومات الكتابات القرآنية. الكشف وصل عليه منطقة جبانة مدينة أون الأثرية، وهي عبارة عن مقبرة تضم عدة غرف وموجهة للحصول على المزيد من التوابيت والقطع الأثرية في نفس المقبرة طبقا للشواهد والمعاينة الأولية. فور استخراج التابوت ستجرى قراءة النص عليه، ومن الأغلب أنه لكاهن بمعبد أون حيث تشير الدلائل والنصائص الجنائزية المكتوبة عليه. موضح أن التابوت من البازلت الأسود ويبلغ طوله 3 أمتار، والكشف مجاور لمقبرة بنحاسي الفرعونية والذي عثر عليها أثناء أعمال إنشاءات بأرض نقابة المحامين، وهو ما يؤكد تلك المنطقة غنية بالآثار وأنها جبانة فرعونية متوقعا أن تكشف أيام عن تكشف الايام عن مزيد من المفاجآت. يعني في جبانه كمان فرعونيه في المنطقه ديت هيتم الكشف عنها في الايام المقبله. شكرا لسماعك عزيزي المشاهد، ارجو الاشتراك في القناه ولايك وشير للفيديو العربي.